مرحبا، أريد معرفة ما إذا كان يوجد مشروع أوروبي يهدف إلى مزيد من الشفافية بشأن تعقب العناصر الغذائية للسلع المحولة والمعروضة للبيع في الأسواق الأوروبية، مثلا كأن نحدد منشأ العناصر الغذائية على الملصقات. شكرا. الاتحاد الأوروبي يلزم وضع العلامات فوق بعض المنتجات والمواد الغذائية الطازجة، وأتحدث هنا بشكل خاص عن اللحوم، لحوم البقر. عندما نشتري اللحوم من عند الجزار أو من المحال الكبرى، فالمعلومات واضحة بشأن اللحوم، وهذا أمر إجباري. اعتمد الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة لائحة جديدة بشأن وضع العلامات الغذائية، وبعد بضع سنوات سوف يتم تعميم هذه الإلزامية على لحوم أخرى، الخنازير والدجاج. هذا الأمر موجود ويطبق على بعض الفواكه والخضار، حيث إننا عندما نتوجه إلى المحلات الكبرى والأسواق فإن لدينا ما يكفي من المعلومات عن أصول وجودها. يعد الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة للسلع المحولة، لكننا نبذل جهودا في هذا الصدد. مثلا عندما نعرض كعكة شوكولاتة يلزم ذكر أصل الحليب، الدقيق والشوكولاتة، هذا أمر مستحيل، وقد يكون هذا مقتضى الحال. يمكن أن نعرف وصول المكونات أو المنتج ذاته. مثلا بالنسبة للمنتجات التي تعد من الفئة المحمية فنحن نعرف من أين أتت، أما بالنسبة للسلع المحولة فالأمر يعد معقدا جدا. ووضع العلامات يعتبر إجراء فعالا في أوروبا وفي العالم، نحن ملتزمون بتطبيقه. اللائحة التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا ستكون أكبر عون للمستهلكين الأوروبيين. لو رغبتم أنتم أيضا في طرح أسئلتكم، موعدنا على موقع euronews.net/talk.